والآن مع كلمة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين، فرحانين إن احنا نجتمع النهاردة عشان نحتفل بختام مهرجان 23 وافتتاح مهرجان 24. وزي ما قيل في البرزنتيشن والترانيم وكلمة سيدنا أنبا موسى، 20 سنة في تاريخ الكنيسة مش قليلين. وتخيل كده اللي بدأ معانا وهو في حضانة النهاردة خادم. يعني لو واحد اشتغل في المهرجان هو عنده 5 سنين، النهاردة عنده 25 سنة. وأعتقد في كتير طبعا اشتغلوا في المهرجان وهو عنده 10 سنين، النهاردة بقى أب. فيعني 20 سنة في تاريخ الكنيسة نشاط مستمر ومتجدد وبينمو وبيزداد وفي حيوية لم ينقطع. نشكر الله حتى السنة الوحيدة اللي وقع فيها سنة 20 عشان جائحة الكورونا، لكن على طول استؤنف في السنة اللي بعديها بالرغم من صعوبة التواصل. فإحنا بنشكر إلهنا اللي هو ألهم الكنيسة بهذه الفكرة. طبعا كلكم عارفين أن قبل مهرجان الكرازة كان في مهرجانات بتتعمل في الكنيسة بس على مستوى محلي، في الإبرشيات وفي في القاهرة، في الإسكندرية، في بعض الأحياء كانت بتعمل حاجات خاصة بيها. إسقفية الشباب كانت بترعى في البداية مهرجان للثانوي، وبعدين مهرجان للجامعة، وبعدين مهرجان الكاس ليمين، وبعدين امتد بقى مهرجان إعدادي، وبعدين بقت الفكرة طب ما احنا ممكن نعمم النشاط ده يبقى موحد على كل الإبرشيات. الفكرة نشأت زي ما انتم شايفين سنة 2004 في عهد المتنيح البابا شنودة، وهو تبناها بكل قوة وشجعنا ان احنا فعلا ننشر النشاط دوت. وطبعا بإجماع من كل أباء المجمع المقدس في ذلك الوقت وحتى الآن مشاركين بكل قوتهم. تلاحظوا الآباء ينزلوا نفسهم يحضروا الفعاليات المهرجان في برشياتهم في مناطقهم تشجيعا للأطفال والفتيان والشباب والكبار، ودي خلت في انتشار كتير وحدانية الفكر في أنواع كثيرة من النشاطات. طبعا بعيدا عن تنمية مواهب و قدرات ونشاطات الشباب في المجالات الفنية وغيره والرياضية، لكن كمان بيهمنا بالدرجة الأولى النمو الروحي والعقيدي. لما الكل بيدرس موضوع واحد متراجع كويس ومظبوط فكريا بيبقى فيها توحيد للفكر في كل الكنيسة القبطية حتى في بلاد المهجر. ومثلا من جهة الألحان لما كلنا بنحفظ مجموعة من الألحان بتسليم واحد، دي بتساعد على نشر اللحن وفي نفس الوقت توحيد الأداء. ألحان كتيرة كانت ممكن تندثر، لكن في الحقيقة بنشكر أن مهرجان الكرازة تبنى أن الألحان دي تحيا. وطبعا أنتوا عارفين إن جنب مهرجان الكرازة في مهرجان ألحان متخصصة ومهرجان الطفل الموهوب، كلها برانشز من مهرجان الكرازة. فدي حاجة الحقيقة بان ثمرتها إن لما بنيجي نعمل مؤتمر مثلا في العجمي ومجتمع فيه شباب من كل القطر تلاقيهم مجرد نقف نقول التسبيحة كله بيقول بنغمة واحدة وحس واحد، القداس الكل مع بعض نعمل سهرة تسبيحة، كنيسة تمتلئ عن آخرها بشباب حافظين وصحيين طول الليل يصلوا في أماكن عديدة في سهرات كياك على سبيل المثال. فحقيقة في نهضة لترجية ونهضة تعليمية في الكنيسة ونهضة روحية تفرحنا،
وإذا كان يعني الواحد له أن يفتخر بالكنيسة، يمكن أول ترنيمة أقدمها الكورال عن الكنيسة وجمالها وقوتها واحتمالها بتربي فينا مشاعر عشق للكنيسة الجميلة دي اللي هي فعلا من ماري مرقس للبابا توادرس إلى منتهى الأيام كنيسة أمينة محافظة تقليدية كونسيرفاتيف، وما بتحبش أي حاجة تميل عن التسليم الأصيل. طبعا كلكم عارفين أن مهرجان كرازة مش هو النشاط الوحيد للكنيسة القبطية، ده أحد نشاطاتها، وجايز يكون ترمومتر بيبين قد إيه الكنيسة حية ونشيطة وحيوية. فإحنا بنشكر إلهنا، بنشكر أباء الأساقفة الحاضرين معنا سيدنا أنبا تدرس المطران، ونشكر ربنا فوق الكل طبعا سيدنا البابا، نشكر سيدنا أنبا موسى إن هو على مدى مش 20 سنة بقى، سيدنا من سنة 80 بيرعانا وبيرعى الشباب في كل كرازة المدرسية. بنشكر إلهنا الصالح على كل عطاياه الجيدة، وبنصلي إن ربنا يكمل معانا المشوار إلى منتهى الأيام، والأجيال اللي اتخدمت تكمل ورانا حتى مجيء المسيح الثاني لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. ألف شكر يا سيدي.